خلينا ناخد معي على الهاتف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. مساء الخير. يا مرحبا أستاذ محمد مصطفى شردي، رحم الله والدك. الله يخليك يا فندم، ربنا يرحم كل أمواتنا، بشكرك. أنا من القراء المعجبين المبهورين والمتيمين بمصطفى شردي رحمة الله عليه. الله يرحمه وأشكرك يا فندم، أهلا بيك معنا في الحياة اليوم. ربنا يحفظك فندم. ليه مش هتفتحوا أكتر من نص ساعة؟ نص ساعة؟ أيوة، يعني تبقى للقرارات. وحضرتك بداية احنا بنهنئ انفسنا ونهنئ الشعب المصري والمسلمين والاقباط والجميع بفتح وعودة الحياة الى طبيعتها بعد غياب يمكن 103 يوم كانت شاقة جدا على نفوس المسلمين والمسيحيين انها تعلق دور العبادة، ويمكن كان من اصعب القرارات اللي اتخذت طبعا على النفس البشرية التي يعني تتوق إلى العبادة وإلى طاعة الله عز وجل. لكن الحمد لله أول الغيث قطرة ثم ينهمر. تفتح المساجد إن شاء الله يوم السبت من فجر السبت وحتى فجر الجمعة، ثم تعلق في أثناء صلاة الجمعة مرة ثانية وتعود إلى العمل في صلاة العصر، ويغيب عنا الأذان الذي كان يقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في بيوتكم، رغم أنه شرع ومنهج الله عز وجل في الأرض للتيسير على الناس والمحافظة على صحة المسلمين، إلا أنه كان قاسي على النفس عندما كان قاسي على كل الناس طبعا يا فندم. نعم، يسمع صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم، كنا نشعر الحقيقة بأن وكأن الله عز وجل يطردنا من بيوته بهذه المقولة. ها الآن ونحن قد عدنا إلى بيوت الله عز وجل عبادا نساكا نتعبد إلى الله عز وجل وندعوه أن يرفع عنا الغمة وأن يرفع عنا البلاء وعن بإذن الله المصريين وسائر العالمين سواء كان في مصر أو في خارج مصر، ولا يصيب أي إنسان أذى أو مكروه. لكن نص ساعة حضرتك اللي بتقول عليها هذه كفيلة بأن تؤدى الشيرة. أيوة، لأننا نحتاج إلى أن نفرغ إلى تطهير وتعقيم المسجد دبر كل صلاة، في أعقاب كل صلاة المسجد سيقوم التطهير وتعقيمه وإعداده وإعادة تهيئته مرة ثانية. هل بدأتم في إعداد المساجد ولا أنتم سايبين المساجد اللي هيتم كل المساجد هتفتح، ولا في مجموعات معينة الأول وبعدين مجموعات أخرى طبقا للقدرة بتاعة استيعابها والاختيار بتاع التأمين وإنك أنت تقدر أنك أنت تحضرها للاستقبال وتعقمها؟ لا، هو من يوم الخميس إن شاء الله والجمعة سيكون يومان هم للتعقيم وتطهير المساجد وتهيئتها وإعادتها إلى يعني ما كانت عليه وأفضل إن شاء الله، مع وضع إشارات معينة في الأرض حتى يعني مسافة التباعد تحقق، وايضا المسكات او القناع الواقي او يعتبر انا قدامي رسمه اهي بقواعد الصلاه في المساجد اللي هي نظام ترتيب الصفوف. نعم، هي التي ستعتمد ان شاء الله. الامام لابد ان يكون موجود طبعا في الاوقات حتى يستطيع التنظيم. يمكن لو سألتني سؤال أنه لماذا كانت الصلوات العادية دون الجمعة؟ الصلوات العادية بتكون أقل كثافة في المساجد. تمام. المسافة كبيرة جدا في المسجد، المسجد ممكن يكون 500 متر، المصلين ما يقرب من 100، فيبقى عندك مسافة ما يسع 500 حيث يسع 100 في الأوقات العادية، يستطيعوا أن يحققوا التباعد ويحققوا كل يعني أنتوا بتبتعدوا عن التجمعات الكبيرة داخل المسجد، وبنؤدي الصلوات اللي بيكون أقل الإقبال عليها أقل على المسجد. يعني ممكن الواحد يعمل صلواته في مكتبه وهو بيشتغل، أو بيعمل صلواته في بيته بعد ما يروح، إنما بيكونش دائما في المسجد. طب نعم، ليه إغلاق الصلاة أو المصليات بتاعة السيدات؟ نعم، مصليات السيدات
ايوه يعني اولا يعني يصعب ان يدخل رجل ينظم السيدات وهن يصلين او يركعن او يسجدن او يتنقلن في تحركات الصلاه، وتدخل معهم رجل لينظم عمليه القيام والقعود والسجود تمام او الوقوف او الاصطفاف، يصعب ذلك تمام. فقلنا هذا الاجراء الاحترازي يعني نوفره شويه، ناخره شويه لحين ان شاء الله يعني زوال هذه الغمه او الاجراءات تخف بعض الشيء، او يكون هناك احتياطات اخرى ان تكون امراه موجوده، يعني تدبير بديل لهذا الامر. والمراه في بيتها صلاتها في مخدعها وفي بيتها افضل يعني لها كما هو في السنه. طيب لو زاد مثلا، لو زاد العدد في المسجد، يعني انا النهارده الطاقه الاستيعابيه بعد الرسمه الجديده في المسجد مثلا 200 شخص. نعم. لو فوجئت، الناس كانت مشتاقه، لو فوجئت انك انت جالك 300، هل ستسمح بالصلاه في حرم المسجد الخارجي علشان تظل في اطار التباعد، ولا هتعملوا ايه؟ بدايه نحن نعول على ثقافه الشعب، ثقافه الشعب المصري في تفهم هذا الامر والاجراء الاحترازي. وانا اضرب لك مثال، في اوروبا منذ 20 عاما كنت اصلي هناك صلاه العيد، ووجدت تزاحم في صلاه العيد، وكانت صلاه العيد الساعه 8 صباحا. تمام. فوجدت المسجد لا يفي، ولا فعملوا جروب وقالوا تعالوا احنا نصلي الساعه 8 مجموعه، والساعه 9 تيجي مجموعه ثانيه تصلي. وقد التزم الجميع، فعلا الثقافه هنا بيعول عليها وهي عامل اساسي. جاءت مجموعه وصلت الساعه 8، وجاءت مجموعه وصلت الساعه 9. شيخ جابر، شيخ جابر بعد اذن حضرتك هوقفك هنا بقى كده. هل حضرتك بتقول لي انه يجوز ان تكون صلاه الجماعه في المسجد في العشاء مرتين على دفعتين لو كان العدد كبير؟ ولم لا؟ مش العشاء فقط، ولما لا في كل، انا بقول مثلا في اي صلاه، هل هل يجوز للائمه اقامه الصلاه مرتين علشان عنده عدد كبير من الناس، فيدخل اول 100 ويقيم بهم الصلاه، وبعدين ياذن ويقيم الصلاه ل 100 اخرين بعدهم؟ لا ما ياذنش يا معالي. ايوه، انما يعمل اقامه بس. نعم، لكن حاول سعادتك، هب انك ذهبت في العشاء متاخرا. ايوه. نعم، ولم تدرك الجماعه الاولى، ألا يحق لك أن تقيم جماعة طبعًا ثانية؟ طبعا يحق لك، طبعا طبعا. هو نفس الأمر، هو نفسه بنفسه لم يتغير. تمام. يبقى إذن إحنا بنتحدث عن لا تتدافعوا. أنت نعم. أنت تقدر أنك أنت تروح للمسجد، ولو أنت رايح متأخر أو العدد كبير أقف واستنى. نعم. وتجمعوا مع بعض 5 أو 6 أو 10 أو 100 أيا ما كان العدد اللي هيجي، وبعد انتهاء المجموعة الأولى أدخل وتعملوا الإقامة وتعملوا الصلاة. نعم، حتى بالظبط كده. الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.